في حملة مهمة اسمها اطمن على ابنك، والحملة دي معمولة لفحص طلاب المدارس في محافظات بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية وجنوب سيناء. دي المحافظات اللي بتطبق حاليا منظومة التأمين الصحي الشامل، والحملة بتركز على الفحوصات الطبية الشاملة على هؤلاء الطلاب عشان تطمن على صحتهم وعلى سلامتهم البدنية وعلى أيضا نموهم العقلي والفكري، وعشان أيضا تتيح العلاج والرعاية الصحية اللازمة ليهم لقدر الله لو عندهم أي مشاكل. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتورة مروة موافي، مدير الإدارة الطبية بالهيئة العامة للرعاية الصحية والمسؤول عن حملة فحص الطلاب المدرسي اطمن على ابنك. صباح الخير على حضرتك، وبعد التحية يا فندم لو تكلمينا أكتر عن هذه الحملة، حملة اطمن على ابنك. صباح الخير يا فندم عليك وعلى السادة المشاهدين. صباح الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. أهلا بيكي حضرتك. احنا حملة اطمن على ابنك دي حملة رابع سنة بتطلقها هيئة الرعاية الصحية. الحملة دي بتستهدف فحص طلاب المدارس في بداية كل مرحلة تعليمية، يعني الأطفال المتقدمين لرياض الأطفال وللصف الأول الابتدائي وللصف الأول الإعدادي وللصف الأول الثانوي في الأربع محافظات، محافظة بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء والأقصر، محافظات اللي انضمت لمنظومة التأمين الصحي الشامل. الحملة حضرتك بتبدأ الحملة بإن هي بنعمل فيها فحص طبيب الأسرة وفحص طبيب الأسنان، وبنعمل فيها خدمات معامل، بنعمل فيها صورة دم كاملة للطفل، وبنعمل له تحليل بول وتحليل براز وتحليل فصيل الدم، وبنعمل قياس الطول وقياس الوزن وكتلة الجسم للطفل. بيبقى من خلالها بنعرف ان احنا يعني نقدر نعمل اكتشاف مبكر لأي مرض ممكن يكون الطفل بيتعرض له، ونكتشف مبكرا ونعالجه مبكرا. السنة دي احنا في الحملة احنا ضفنا يعني عملنا يعني انضمينا مع مبادرة الريس اللي هي فحص فيروس سي للطلبة المتقدمين للصف الأول الإعدادي، هم دول برضه بيتعمل لهم تحليل فيروس سي. طب كلمينا بلغة الأرقام، انتوا عندكم كم طالب؟ هل كل المراحل الدراسية معاكم، ابتدائي إعدادي ثانوي؟ هل في محافظات معينة، يعني انت قلتي لي فيروس سي أكتر محافظة يمكن عندها مشاكل في القصه دي، هل يعني بتركزوا عليها؟ هو احنا بنعمل الفيروس دي احنا متماشين مع المبادره للطلبه اللي متقدمين للصف الاول الاعدادي، هم دول اللي بيتعمل لهم تحليل فيروس دي. احنا عندنا في محافظه بورسعيد يعني المستهدف بتاعنا ان احنا نعمل كشف على 46,000 طالب، وفي الاقصر 98,000 طالب، وفي محافظه الاسماعيليه عندنا 70,000 طالب، وفي جنوب سيناء 12,440 طالب. كل المراحل في بدايه كل مرحله تعليميه هم دول المستهدف من الحمله السنه دي ان شاء الله. وبعدين حضرتك احنا عندنا الحجز بيبقى يعني احنا مسهلين الامر، الحجز بيبقى عن طريق الخط الساخن، ولي الامر بيتكلم على رقم 15344 بيحجز معاد. المواعيد متوفره من يوم السبت ليوم الخميس من الساعه 8 صباحا للساعه 8 مساء. ولي الامر بياخد الطفل بيتوجه لطبيب الاسره يعمل وبعد كده الفحوصات المعمليه وكشف طبيب الاسنان، وبياخد بعد كده النتيجه. عندنا كل الحاجات عندنا متسجله تسجيل الكتروني، يعني كل النتائج بتاعه الطفل بعد كده متسجله تسجيل الكتروني، وفي سجل الكتروني بيبقى موجود للطفل بحيث ان احنا يتيح لنا المتابعه بعد كده كل ما الطفل يتوجه للمركز او الوحده. طب يا فندم هل كمان في فحوصات متعلقة بقياس مستوى العقلي والبدني والفكري يعني للطلبة والطالبات؟ احنا عن طريق بعد فحص طبيب الاسره الطفل اللي بيشتبه فيه طبيب الاسره ان ممكن يكون فيه القدرات الذهنيه متاثره بيبدا ان هو يعمل له بعد كده فحص، بيعمل مقياس ذكاء للطفل، بيعمل له احاله ويعمل له بعد كده مقياس الذكاء. وساعات مثلا ممكن عن طريق الكلام معاه حقيقي لو شاف ان هو السمع بتاعه متاثر يعمل له مقياس سمع. من ضمن الفحوصات اللي بتتعمل بنعمل مقياس للنظر. اي حاجه بعد كده بتبقى يعني يلاقيها عند الطفل في اي مرض بيعمل له احاله بعد كده حضرتك ويبدا ان يعني هو فحص شامل يا فندم، هو فحص شامل ان كان عضوي او حتى بدني ونفسي، فحص شامل للطفل. فحص شامل للطفل يا فندم. طمنينا. من ضمن الفحوصات اللي بنقدمها برضه بنعمل فحص المدارس الرياضيه، ده بنعمل لهم فحوصات زياده، بنعمل لهم كشف طبيب القلب، وبنعمل لهم رسم قلب، وبنعمل لهم اشعه عاديه على الصدر. طب طمنينا يعني على صحه ولادنا، احنا يعني يمكن دي اول تجربه كده نفرس فيها اولادنا، في مشكله معينه، في رقم معين يقلق، في حاجه محتاجين نزودها علشان حتى يعني نراعيها في اجيالنا اللي جايه؟
احنا بعد انتهاء الحمله بنعمل تحليل لكل النتائج اللي ظهرت لكل المحافظات، وبنبدا نشوف يعني لو في مثلا اماكن فيها انيميا زياده نبدا نعمل توجيه للاهالي ولاولياء الامور ان هو ازاي نهتم بالتغذيه، بنشوف كتله الجسم، بنشوف اذا كان في سمنه في تقزم، كل الحاجات دي بعد كده بناخدها في الحسبان، لان احنا بنوجه بعد كده رسائل بنستهدف بيها ان احنا نعمل توعيه لاولياء الامور وتوعيه لطلبه المدارس المستحقين من المدارس ازاي نحاول نتجنب كل الامراض اللي احنا اكتشفناها. لكن ما فيش قراءه اوليه يا دكتوره مر؟ لسه احنا لسه بادئين من 25/5. ربنا يكون في عونكم ان شاء الله. طيب يا فندم معلش هستاذن حضرتك تقول لنا رقم الخط الساخن اللي حضرتك ذكرتيه من شويه. رقم 15-344 15-344 ومرة ثانية بنؤكد إنه الفحص بالمجان. بالمجان. وبعد الفحص يا فندم عشان بس تبقى صورة واضحة للمشاهدين، بعد الفحص لو حصل إنه لا قدر الله الطفل عنده أي مشكلة أيا كانت، الطفل بعد كده بيتعمل له إحالة على حسب التخصص المرض اللي ظهر عنده، وبيتوجه بعد كده حضرتك ياخد الفحوصات كلها بالمجان والعلاج بالمجان برضه تبع هيئة الرعاية الصحية. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور مروة موافي مدير الإدارة الطبية بالهيئة العامة للرعاية الصحية والمسؤولة عن حملة فحص الطالب المدرسي اطمن على ابنك، شكرا لحضرتك يا فندم.